السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشتغل مع بعض مشروع سهل جدا، بسيط خالص، مش محتاج منك شغل او مقاسات كتير او اي، لا هو حاجة بسيطة. هو البورتفي ترند. البورتفي ده طقم الجلد بتاعه، بيكون كده طقم الجلد، بيجي معاه الغطا ده ماشي، والايد بتاعته والقفل، تمام. وهنحتاج ايه تاني؟ بطانه، اي قماش عندك، جبتي قماش ماشي اوكي، اي قماش قطن، المهم ان هي قطعة قماش للبطانة، مقص، ابرة. وبما ان هنشتغل بقطان يبقى لازم ولاعة ومزورة قياس. هو ده كل اللي احنا محتاجينه. طبعا الابرة هتكون مناسبة لسمك الخيط اللي هتشتغلي بيه. انت ممكن تشتغلي بخيش، البورتوفي ده بالخيش تحفة ماشي، بس انا هعمله بقطان، فانتي بقى الابرة حسب المقاس اللي انتي او سمك الخيط اللي هتشتغلي بيه، تمام. انا هشتغل بالقطان ده، طبعا هنفكه بقى ماشي، بالقطان السمك ده هشتغل بابرة 3.5. الخامات يا بنات من جروب، شلت خيط وإبرة مع إسراء فتحي، تمام. وهحسب لكم اللينك في صندوق الوصف. نبتدي بقى، بسم الله. أنا دلوقتي هعمل البورتفيه من غير قاعدة، أنا هعمل قطعة مستطيلة وتنتني وتتقفل من الجناب. طيب أنا محتاجة عرض القطعة دي، هشتغله طول ما انا ماشيه كده هيبان لي عرض القطعه، بس برضو هبقى محتاجه اعرف دي 20 سنتي، يعني انا محتاجه عرض القطعه تبقى 20 سنتي. الطول بتاعها انا عاملاها اهو، طولها كام سنتي؟ نقيسها مع بعض. طولها 31 سنتي ونص، 32 اهي، عند 32 اهي، تمام، 32 سنتي. ده الطول ماشي، دي زيادات هتتقطع طبعا، نضف، هيبقى بالشكل ده كده، ده الشكل. طيب هنبتدي مع بعض ازاي. اللي انا عاملاها دي ابتديت بكام سلسلة؟ ابتديت بأربعين سلسلة. الأربعين سلسلة دول كانوا معايا كام سنتي؟ هعملهم ووريكو الأربعين سلسلة معانا كام سنتي. هما هيبقوا تقريبا، تقريبا 30، زي ما قلنا 30، 32 سنتي انتي وماس شدت ايدك، تمام. هنعمل 40 سلسلة. انا شغالة بابرة 3.5 علشان تبقى الدنيا كده ايه، كويسة وشدة. حابة تكبري الابرة شوية انتي وحريتك، انا بحب الشغل ماسك كده ومتناسق. هشتغل 40 سلسلة وارجع لكم تاني. بصي يا بنات، انا بدل ما اشتغل 40 سلسلة كاملين واشرحها تاني كلها من الاول، هنشتغل 10 سلاسل بس كقطعة عيدة، تمام، تجربة على نفس اللي هيحصل. احنا دلوقتي هنفترض ان دول 40 سلسلة، لان انا عاملة دول زي ما قلت لكم 40 سلسلة ماشي. فهنفترض ان دول 40 سلسلة، هنيجي من السلسلة الاولى هنا هنعمل سلسلة وندخل في اللي بعدها ونعمل غرزة حشو، واللي بعدها حشو. هنعمل على كل
غرزة من غرز السلسلة اللي هما المفروض 40 غرزة سلسلة. ده انت لو هتعملي بنفس الخيط الإيطان اللي انا شغالة بيه، فهتشتغلي في كل غرزة غرزة حشو. تمام، هي سهلة خالص وهو سطر واحد وبنكرره فيها كلها. ماشي اهو، غرزة حشو في كل سطر نخلصهم ونرجع كده. انا عملت هنا العشر غرز حشو. ماشي، هعمل ايه؟ هرتفع سلسلة، والسلسلة دي مش محسوبة في العشرة، هي سلسلة ارتفاع فقط. وهلف الشغل كده وهيجي عند اول غرزة عندي. دي بالكو دي شوية، دي المفروض هي السلسلة اللي احنا ارتفعناها، ودي اول غرزة. هعمل ايه؟ هدخل في الباك لوب اللي هي اللفة الخلفية هنا. تمام، يعني انا عندي اللفتين اهم. لا، انا هدخل في الخلفية دي. تمام كده، هندخل في اول غرزة ونعمل غرزة حشو في الباك لوب. وخدي بالك عدي غرزك عشان ما تتلخبطيش. ادي اول واحدة ماشي، وادي التانية. احنا المفروض معانا كام غرزة؟ معانا عشرة، اللي هم اصلا دول عينة، المفروض هم 40 غرزة. لو انت هتشتغلي بخيط خيش هتعملي بس طولها 32، من 30 ل 32. فطبعا عدد الغرز هيختلف في الخيش او لو حبيتي تعملي بكليم او باي خيط يعجبك. انا بتكلم عن خيط الايطان اللي هو نفس السمك اللي انا شغالة بيه، دول 40 سلسلة. تمام، هنشتغل كده في كل غرزة هتقابلنا غرزة حشو في اللفة الخلفية. اللفة الخلفية اللي هو هنا اهو كده، ما بدخلش في اللفتين وبعمل حشو اهو. تمام كده، كده انا عملت في العشر غرز. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هطلع سلسلة، وقلنا دي بتبقى مش محسوبة في الشغل، وهلف وهدخل في اول غرزة اهي، وهعمل برضو في اللفة الخلفية غرزة حشو. هو الشغل كله كده بس. طبعا انا الشغل طبعا ضيق لاني شغالة بإبرة 3.5. هتفضلي تشتغلي الشغل كله على القطعة اللي هي طولها من 30 ل 32 سنتي. في الإيطان هتبقى 40 سلسلة. تمام، الأخيرة اهي، خدي بالك اهي. تمام كده، هتفضلي تعملي برضو ادي سلسلة الارتفاع الغير معدودة، وتدخلي في اللي بعدها اهي. اول سلسلة على طول هتقابلك غرزة حشو في الخفة الخلفية. كل الشغل عندك في القطعة كلها غرزة حشو في اللفة الخلفية. طيب هفضل شغالة كده لغاية ما اوصل القطعة دي قد ايه؟ لغاية ما توصلي بالقطعة دي هتبقى كده طبعا، لان هي المفروض 40 سنتي، انا عامله دي 30، هنعتبر قصدي 10، هنعتبر ان احنا اشتغلنا القطعه ال 40 سنتي دي كلها سطر رايح جاي رايح جاي كله في اللفه الخلفيه. ماشي، ونعتبر ان هي دي. طيب فضلتي رايحه جايه رايحه جايه يا اميره لغايه ايه؟ لغايه ما همسك القطعه دي كده ولاقيها مقاسدي. اقصر الشغل شويه، شايفين كده اهي. انا فضلت كده رايحه جايه في اللفه الخلفيه، كل شغلي في اللفه الخلفيه، وده بيبقى شكل القطعه اهي. من هنا علشان خاطر دي ما تخيلناش.
نقولها عشان مقلوبه، استني كده انا بظبطها. تمام اهي زي ما اتفقنا يا بنات ان القطعه دي اهي مقاسها، هنفضل ماشيين لغايه ما نوصل للعرض. احنا اصلا اشتغلنا طبعا زي ما قلنا بالطول وبنتني، بس واحنا شغالين بالطول كده بنمشي بالعرض لغايه ما نوصل للعرض اللي احنا عاوزينه. وصلنا للعرض اللي احنا عاوزينه اللي هو مقاس القلاب، هنعمل ايه؟ هنجيب ظهر الشغل. طيب احنا قلنا ان ظهر الشغل زي وش الشغل بالظبط، لان احنا رايح جاي. بس انت لو عندك خيط متنضف زي عندي كده منضفه خيط، لو انت عملتي اكتر من لون لو اي حاجه، فهيبقى مكان تنظيف الشغل ده هو طبعا الظهر. فاحنا هنخلي واحنا بنتني كده الوش لجوه، وبنجيب نتني على الظهر لبره. تمام، وبنخلي كده اهو اهي كده، يعني بصوا كده بوضحها لكم اهي، نجيب دي على دي كده ونمسكها، والغرزه قدام الغرزه. انا دلوقتي كده في الغرزه الاخيره اهو، انا عايزه اقفل الجنب ده واروح اقفل الجنب التاني. فدلوقتي بسم الله علشان نقفل الجنب ده اهو، احنا في غرزه اهو، هنروح لما يقابلها الناحيه التانيه دي ونسحب الخيط ونعمل منزلقه اهو. سوري. وهنيجي على الغرزه اللي بعدها اهي، ندخل فيها فيما يقابلها ونعمل برضو منزلقه، ونركز كويس علشان ما نسيبش غرزه. تمام، الغرزه اللي بعدها وما يقابلها ونعمل منزلقه. طبعا الشغل زي ما قلنا بالابره الضيقه بيضايق، الابره الصغيره بيضايق، بس النتيجه بتبقى كويسه جدا. الغرزه اللي بعدها وما يقابلها ونعمل منزلقه، هنفضل ماشيين بنفس الطريقه دي لغايه ما نقفل الجنب كله، نخلصه مع بعض ونرجع ان شاء الله. قفلت خلاص الجنب كله يا بنات اهو بالطريقه دي، اهو اتقفل كله. وبعدين بقطع الخيط، ماشي. طبعا احنا بنقطع الخيط وبنعمله لازم بالولاعة، لازم بالولاعة. بقفل الشغل، ماشي، بعمل غرزة انزلقة كده عشان أأمن بيها الشغل. تمام، طبعا أنا عاملة الخيط بالولاعة، بدخله في قلب الشغل وهو كده في قلب الغرز علشان أأمنه، بس مجرد تأمين. حتى لو هتبطني برضو أمني غرزك، أفضل ما تسيبيها كده عشان الخيط ده بيسحب رخم. تأمني غرزك بالشكل ده، بس كده اتأمنت زي الفل. ونروح الناحية التانية. طبعا اهو احنا قفلنا جهة، لسه الجهة المقابلة لي برضو، احنا الشغل متني على بعض اهو، ماشي. هجيب طرف الخيط اللي احنا لسعناه بالولاعة، ما ننساش الخطوة دي مهمة جدا، الكلام ده للمبتدئات. وباجي هنا في الغرزة الاولى هنا وما يقابلها الناحية التانية برضو الاولى، واسحب الخيط معي. طبعا الغرز ضيقة وايه، والابرة بصوا ما شاء الله فكت من بعض. ندخل تاني في الغرزة الاولى وما يقابلها ونسحب الخيط. تمام، بس كده. خدي معاكي الطرف بتاع بداية الخيط ده، الغرزة اللي بعدها مع
اللي قدامها ماشي، واعمل برضو منزلقة. تمام، بنفس الطريقة اللي اشتغلتي بها الناحية التانية برضو الغرزة اللي بعدها وما يقابلها، واعمل منزلقة. الخيوط دي كلها في الاخر هنأمنها. بنفس الطريقة هنشتغل لنهاية الدور الغرزة وما يقابلها ونعمل منزلقة. نخلص دي لنهاية الدور ونرجع ان شاء الله. هنا قفلتها هي كمان اهي بنات بنفس الطريقة ماشي. وبعدين هقلب الشنطة بتاعتي، هقلبها بقى الاول، هي مش الشنطة سوري، البورتفيه. وادي اهو بعد ما عدلته، خدوا بالكم وانتوا بتعدلوه هو بيبقى قاسي من هنا شوية او جامد، لان انا زي ما قلت لكم انا شغالة. بصوا يعني بصوا واقف عامل ازاي قلم، وابقي اضغطي على البوز من هنا طلعيه كويس. تمام اهو، يعني هي حاجة تافهة اللي بقولها لكم، بس يمكن حد يكون شكله بالنسبة له من هنا مش مظبوط، فانت هتحتاجي بس انتي بصوا كده القلم اهو بس كده عشان شايفاه، عشان يبقى مظبوط بس كده من الناحية دي ومن الناحية دي. وادي شكله اهو بعد ما قلبته وقفلته. نعمل ايه بقى بعد كده؟ هنعمل بس سطر فوق بغرزة حشو او سطرين هنا للشكل الجمالي. حابة تسيبيها كده براحتك، حابة تعملي سطر الحشو اللي هنعمله برضو براحتك. هتيجي على مكان غير مكان بداية الشغل، هتيجي الناحية دي اللي هو الناحية اللي كان فيها اللي الحتة اللي انت بديتي فيها، عشان دي بتبقى مش امان قوي زي الناحية التانية. تمام، هنيجي على الناحية دي وهنا نوصل الخيط ونعمل فوق كل غرزة هتقابلنا هنعمل غرزة حشو. دي هنا غرزة وفي اللي جنبها غرزة. اشتغلي على الحتة دي الخيط ده اللي احنا سايبينه ده ماشي. ها عندك غرزة عالية وغرزة مدفوسة كده تحت، هتشتغلي في دي حشو وفي اللي نازلة دي حشو. تمام، في اللي جنبها دي حشو واللي بعدها، يعني ايه هتمشي على كل غرزة هتقابلك هتعملي غرزة حشو. تمام اهو، في كل غرزة هتقابلني غرزة غرزة ودي كمان اهو. تمام، هنخلص السطر ده ونرجع ان شاء الله. جيت لكم في نص السطر يا بنات علشان تشوفوا اهو السطر ازاي وانا شغالة. بصوا شايفين سطر الحشو ازاي متناسق. طيب نأكد عليه تاني، الغرزة العالية دي اهي بدخل هنا فيها من هنا، دي الغرزة العالية بدخل فيها من نصها، اللي جنبها بدخل فيها من تحت عشان انا الحته دي ما وضحتهاش كويس في الاول. الغرزه اللي جنبها العاليه دي بدخل من قلبها عشان تطلع غرز الحشو عندي السطر متناسق، اللي جنبها بدخل من هنا من الفراغ ده. تمام، شايفين كده بصوا طالعه ازاي متناسقه. نروح تاني الحته العاليه دي اهي بتدخل هنا هنا. اللي بعديها في الحتة الغرزة دي. تمام، هنخلص السطر ونرجع مع بعض ان شاء الله بأمر الله. وصلت يا بنات لنهاية خلاص الدور، عملتهم كلهم. هاجي هنا في اول غرزة احنا عملناها ونقفل بمنزلقة ماشي، ونقطع الخيط وبرضو بالولاعة ما ننساش. نقفل الشغل
تمام، وبتسحبي كده لجوه وتنضفي الخيط بتاعك. وادي الشكل النهائي ليه. طبعا لسه هنعمل البطانة وننضف الخيوط دي، وهسيب لكم فيديو لتركيب البطانة عشان مش انا عاملة فيديو قبل كده في البورتوفيه مركبة في البطانة بالسوستة، هسيبه لكم. وهن بتركبي طبعا البطانة، هنركب بقى ده الاول، ده بتركبيه قبل البطانة، يعني انت بتخيطي ده قبل البطانة علشان الخياطة بتاعته ما تبانش. طيب انت بتختاري الوش او الظهر، هو كله زي بعضه، يعني وشه زي ظهره، تمام. وبتجيبي ابرة التنظيف ونلضمها من الخيط اللي احنا شغالين بيه هنا وهنا. بعد ما جبنا ابرة التنظيف ولضمتها بالخيط اللي انا شغالة بيه، في حاجة عايزة اعملها، عايزين نشوف ميزان البورتوفيه ده قد ايه بخيط الاطان علشان خاطر وانتي بتشتري الخيط معاه. 373، قولي هتشتري 400 جرام، هي كده كده غالبا الشلة بتبقى تقريبا 200 جرام، يعني انت هتحتاجي شلتين، هيتبقى منهم حاجة بسيطة خالص، يعني انت لما تجيبي البورتوفيه ده هتجيبي معاه شلتين اتون، تمام. زي ما قلنا جبنا ابرة التنظيف، وادي القلاب او الغطا بتاعه. هنيجي هنا القطعة اللي عاملينها ظهر اهو، بصي بتظبطي كده الاول، شوفي كده انت عايزاها عدلتها ازاي، وهو لما بيتقفل هيبقى المقاس شوفي بتاعه اهو كده، تمام. ماشي، يعني بتسيبي اللي هو السطر اللي في الاول اللي احنا عملناه خالص في الاخر خالص الحشو، وادي سطرين بتعمليها عند السطر التاني من بعد الحشو، يعني الحشو سطر الحشو ده مش معدود، ادي سطرين من الشغل كله بتعمليها تحت السطر التاني على طول وتخيطيها. طيب انتي ظبطتي اهو القلاب، طلعيها من هنا. طبعا عقدي طرف الخيط من الناحية التانية عشان ما يطلعش معاكي عقدة، بس كده بسيطة، وسيبي حتة كويس عشان ننضفه، وبس عشان ما يعديش معاكي، لكن احنا هنفك العقدة دي في الاخر، تمام. ها بصي، اول غرزة دي مش بتمشي بيها لهنا، بتمشي بيها لتحت تثبيتة، يعني خلي تحت الجلد وشدي الابرة، كده. طيب هخرج بعد كده منين؟ هخرج من الفتحة اللي بعدها، يعني هدخل من هنا من الشغل واخرج من الفتحة اللي بعدها. طيب بعد ما اخرج من الفتحة اللي بعدها هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هرجع ادخل تاني هنا عشان تبقى كده، تمام. هنا الإبرة التنظيف دي سميكة شوية أو تخينة، تمام أهو. طيب وبعدين هطلع
من هنا وارجع ادخل من هنا تاني. ماشي، يعني بنخرجش، بصوا عليكم، بنخرج من الفتحة دي هنخرج منها ونرجع ندخل هنا تاني وهكذا. يعني هنخرج من الفتحة دي وندخل نطلع من، يعني اهو عشان تبقى واضحة المرة دي عشان اعرف اشتغل بقى انا بره الكاميرا. ماشي، ونرجع ندخل من هنا وهكذا بقى، نطلع من هنا وندخل من هنا، نطلع من هنا وندخل من هنا، نخلص خيطته كله اهو ونرجع بقى ايه مع بعض تاني. نسيت اقول لكم في الغرزه الاخيره هنعمل نفس التثبيته دي، اللي هي تاخدي في الاخر خالص هتخرجي منها تنزلي لتحت، اخلصها ونرجع ان شاء الله. هنا اهو يا بنات، بعد ما خلصت خيطته اهو زي ما قلت لكم الغرزه اللي نازله دي، واهو الطرف التاني خلاص كده ماشي. بعد كده بشوف بننضف طبعا الخيط ده جوه، انا هقطع بس وبعدين هنضف بقى انا مع نفسي. تمام معايا الايد بتاعته، انا لسه هنركب الكبسونه. الايد بتاعته شوفي حابه تركبيها في اليمين في الشمال براحتك، تشوفي غرزة هنا في الجنب وتركبيها في من هنا. تمام، دي انا هعملها طبعا ايه مع نفسي بعيد عن الكاميرا عشان طبعا الغرز ضيقة ازنقه. ماشي، فاضل القفل بتاعه ده، مظبوط، بقفله كده اهو واجيب دي كده اهي اهو يا بنات، هنقلبه هنعدل السير بتاعه ده كده ونقلبه كده على الظهر ونجيب القفل، بيتحط القفل كده المثلث فوق او السهم بتاعه او المثلث فوق او المثلث بتاعه فوق اهو، بتشوفي بس انت كده ايه علشان يقفل وهو مظبوط، بتختاري مكانها بس الصح في ظهر الشغل. تمام، وتشوفي انت هتحطيها فين، مقاسها المظبوط هنا وقفلتها المظبوطه هنا، يبقى هنثبت هنا. هتخيطيها برضو بابره التنظيف ونفس لون الخيط اللي انت شغاله بيه، هتعملي التلاته دول مع بعض والاتنين اللي تحت دول مع بعض، هتثبتيها خياطه بطريقتك براحتك باي شكل جمالي اللي يريحك. ويبقى كده احنا خلصنا، هخلص بقى خالص اخيطه وابطنه ونشوف الصورة ان شاء الله بامر الله مع بعض النهائية. اتمنى يكون الشرح بسيط. طبعا هخلص واسيب لكم الصور والشكل برضو النهائي هيبقى اهو اهو، بسيط مفيهوش اي حاجة، مفيهوش اي تعقيد، خفيف كده وشكله حلو ظريف. تقدري تركبي له ايد، يعني الايد دي هتشيليه في ايدك كده ماشي، او تقدري تعملي له ايد وتعمليه شنطه كروس، هتبقى شنطه كروس صغيره ميني باج، يبقى شكلها حلو قوي شكلها ظريف. اخلص بقى واسيبكم مع الصور واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.